نقرا بقى الايه عشان نشوف ان ربنا سبحانه وتعالى بقدر ما يعني يرفق بالمراه ايضا يرفق بالرجل، بس ربنا عايز يحط صله من المشاوره وصله من التشاور وصله من الحب المتبادل بينهما، عشان كل واحد لا يشعر بعداوة أمام الآخر. فجاء ربنا سبحانه وتعالى بعد آيات الطلاق في سورة البقرة قال إيه؟ والوالدات اللي هي الوالدة سواء كانت مطلقة أو زوجة، خلي بالكم تصوروا بقى حتى لو مطلقة لهذه الحقوق، عشان في كثير من المطلقات تقول لي حقوقي ايه عنده. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاع. اذا عليكي واجب الرضاع، اذا الرضاعة حق للمولود، حق للصغير، وواجب على الأم والأب. الأم هترضع، الأب هينفق، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. شوفوا بقى القاعدة الجميلة اللي جاية، لا تكلف نفس إلا وسعها. شوف القاعدة جت فين؟ جت في ضمن طلباتنا ليا، موجهة للاتنين. يعني لا من حق ليس من حق الأب أن يقصر لو كان قادرا، أو أن الأم الوالدة تفرض عليه أشياء لو كان غير قادر. يعني يكون هذا التنظيم في حدود ما تقدر عليه سعة كل منهما، نفس كل منهما، سواء كانت هذه القدرة مالية أو قدرة صحية أو غير ذلك. لا تكلف نفس إلا وسعها. شوف القاعدة الجاية الثانية، لا تضار والدة بولدها، نفي الضرر، عشان بس إحنا نوري للأسر المسلمة كيف يسيرون حتى لا يؤدى إلى الخلافات التي نشهدها دائما. قال لك لا تضار والدة بولدها بسبب ابنها، يقعد لا أنا مش هجيب لك، أنا ما عنديش، أنا ولا مولود له بولده، لا هنا ضر ولا هنا ضرر، نفي الضرر. يبقى عدم التكليف بما لا يطاق، عدم التكليف يكون في الوسع، يكون في القدرة، وبعدين نفي الضرر عن كل منهما، وبعدين شوفوا بقى اللي جاي تاني، وعلى الوارث مثل ذلك. يعني لو أبوه توفى يبقى الورثة، أخذنا الورثة بتوع أبوه هم اللي هيصرفوا وهم اللي هيعملوا بدل اللي توفى. فإن أراد، خلي بالكم لسه جاية قواعد تانية، فصالا عن تراض منكما منهما وتشاور فلا جناح عليهما. تراض وتشاور، يبقى نحسب كده القواعد، نلاقي أول قاعدة لا تكلف نفس إلا وسعها، تاني قاعدة لا يضار أو لا تضار والدة بولدها ولا مولود له، القاعدة الثالثة وعلى الوارث مثل ذلك، القاعدة الرابعة التراضي بينهما، القاعدة الخامسة التشاور. تصوروا بقى لما ربنا بيطلب من القوام على الأسرة اللي هو الزوج إنه يتشاور مع زوجته في أمر تفطم ابنه إمتى؟
تفطموا امتى؟ يعني هي دي حقيقة القوامة، حقيقة القوامة عدم الضرر وعدم التكليف والرضا والتراضي والتشاور، مش ينظر إليها إن هي بقى ذاهبة ناقصة عقل ودين وهو اللي يعمل كل حاجة، لا، تشاور، تشاور بينهما. فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. إمتى بقى تسترضعوا؟ يعني تأجروا مرضعة نتيجة إن الأم مثلا عندها مرض، أو الابن نفسه مش عايز يلتقي الثدي الأم، أو أي شيء. إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، كله بالمعروف.